الاستقبال اللي صار أمس والحدث اللي صار في طهران يعني كان رسالة واضحة أنه المشروع السعودي ماشي ومحقق كل ما يهدف له، والشخص الملهم صاحب السمو الملكي سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان وتخطيطه لهذا المشروع يعني أمس كانت شيء غير، ما حد يقدر يعبر ويصف الحدث اللي كان صاير في طهران من تواجد. حتى الشعب الإيراني كان يلبس فانيلة النصر، اللوحات الدعائية في طهران وترحيبها بنادي النصر. أتوقع أنه الرسالة وصلت وأنه مشروعنا رايح لأبعد نقطة حتى أبعد مما إحنا نتخيل.